أين موقع داعش من الإعراب في إيران؟ هل داعش موجودة في جملة مفيدة فيما يجري في إيران؟ إيران حطتها في جملة مفيدة، وإيران قالت إن داعش موجودة وداعش بتغذي هذه الأحداث، واتهمت أمريكا أنها تدعم داعش في إيران كما دعمت داعش من قبل في سوريا والعراق. البعض بيقول مستحيل تكون داعش وراء ذلك، بل إن داعش ربما يكون هي لها صلات أصلا كالقاعدة بإيران، وبالتالي هذه منطقة غامضة. لكن أغلب المحللين في العالم لم يتحدثوا عن وجود أي دليل على أن داعش وراء ما يجري في إيران.